السلام عليكم متابعين قناه بنت لاله نجيه. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم هاد الجلبه اللي فصلت معكم ديال جلابه مخزنيه، يعني ديال هذا الموديل اللي حطيت لكم. غنعطيكم واحد الفكره بديل طرسان او للكابلي. اذا على بركه الله غادي نخيط دابا الكتف. دابا ملي خيطنا الكتف غادي نجيو نخيطو بهاد الخيط هذا اللي كتشوفوا معايا، راه معروف هاد الشكل هذا. انا ماشي كندير اشاره ولا شي حاجه، هذا ديجا كان عندي كنخدم به تريكو البنتي. غادي نجيو نخدموا هذا في بلاصه الطرسان. اول حاجه كنديروها كنشدو هاد الخياطه هذه وكتفتح، كنفتحوا هاد الخياطه بهذه الطريقه هذه، ونجيب هاد الخيط هذا بحال اللي كنخدم الكابلي هاد الشكل هذا. بسم الله بس هنا نفتح الخياطه مزيان بهذه الطريقه فين كنخيط. شوف معايا العين ديالنا كتشوف دابا هاد الطرسان هذا اللي غنسميو حنا طرسان، العين ديالنا كتشوف، يعني شوفوا الابرة، العين ديالنا تشوف نيشان، يعني تقادو مزيان في الجلسه ديالكم، يعني ما نجلسش بهذا الشكل هذا ولا هكذا، باش يعني كندوروا هاد الخيط. هاد الخيط هذا انا جاي ليا من الجهه ديال الجهه اليسرى، يعني مدوزه من اليمين وحتى الجهه اليسرى. صافي وكنبداو نكملوا الخياطه ديالنا عاديه، كنمشيو مع الخط في الجهه ديال الخياطه. هنا لو بغيتو تخيطوا جلبات من النوسات ديالكم ولا هذا الا بغيتو نخدم، لان شحال هذه الصراحه ما خرجت، كنت عيانه شويه وشحال هذه ما خرجت. المهم انا كنخدم معكم غير باللي حاضر عندي في الدار فقط، مازال ما تقديت شي حاجه. وجاتني فكره علاش ما نعوضش بلاصه الطرسان ندير الخيط. هانتوما كتشوفوا معايا هنايا راه ممكن ترسموا حتى شي زواقه وتتبعوا ليها بهذا الخيط. راه نقرب لكم مزيان تشوفوا وكانه ماشي الخيط. هانتوما شفتوا معايا ما كيبانش ان الخيط وكتبان الخدمه مطلوقه، ما مكمشه ما حتى شي حاجه. شفتوا معايا ها كتجي الخياطه رائعه في بلاصه الكابلي. انا دابا غنكمل هاد الكتف هذا، وغادي نزيدكم فكره اخرى الا بغيتو تزينوا الجلابه ديالكم. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بان الا بغيتو ديروا مشروع يعني ان شاء الله باذن الله، كتعرفوا ان باذن الله الله يبلغنا شهر رمضان ان شاء الله يا ربي، ديروا مشروع ساهل انتما كتشوفوا، يعني واحد التويب بسيط وتزينوه غير بهاد الخويطات هكذا، وديروا شوشات تزينوه من القدام وهذا، وكيجي رائع صراحه. انا نزيدكم فكره اخرى هنايا فيكم كيفاش تزينوا الجلابه ديالكم. هنايا التويبات ماشي ضروري تشرو، ممكن ان تاخذوا غير من المنزل ديالكم، يعني تبداو غير من شي حاجه عندكم في الدار. بحال شي حاجه عندي في الدار، مثلا عندك جلابه ما بقيتش كتلبسيها، او عندك قميص مثلا ستان ولا هذا، حيد منو داك السفيفه وداك الشيء كامل وفصليه جلابات صغار، يعني تفصليه جلابه صغيره. ولا كتعرفوا جي رمضان ان شاء الله وكيبغيو بزاف يلبسوا البنيسات ديالهم بحال هادشي التقليدي، يعني بداي بشي حاجه عندك في الدار اللي موجوده، او عندك تويبات ولا شي حاجه ممكن تنسقيهم مثلا واحد اللون سامبل كما كنقولوا حسبي، يعني لون واحد ولون اخر فيه يعني مزركش او لا فيه الوريدات، ولا ممكن ديري داك التناسق مع بعضياتو وتخرجي شي لبسه وتبيعيه بواحد الثمن عاود يكون مناسب اللي يقدروا الناس يزعموا عليه. ممكن نعطيكم الثمن ولكن على حسب المدينه وعلى حسب الحي اللي نتوما فيه، ولا حسب يعني كيختلف، يعني كاين واحد البلاصه كتلقاوها شويه ميسوره، واحد الجهه تكون يعني واحد حي شعبي ولا يعني لهذا ما كنبغيش نعطي الاسمنه. هنايا من تخيطوا الموديلات كتحطوهم غير في عندكم في ستوري او لا ستاتيو في الواتساب، وديروا عليهم الاثمنه اللي بغات شي حاجه تبارطاجيوه مع الناس اللي عندكم. سمحوا لي لو وقفت الفيديو، انا والله بغيت لكم زعما غير الخير، ربي كيشاد عليا يعني بغيتكم ان شاء الله. علاش لا، انسان اللي جالسه في الدار وهذا يعني دير شي مشروع غير هكذا بسيط، يعني غير من شي حاجه ديال الشعر، ديك مقبضه ديال الشعر وهذا، وتخدموا على راسكم. سمحوا لي اخواتي لا وقفتكم على الموضوع ديالنا. اذا انا غنمشي نطراسي دابا هاد لكم، وغادي نقول لكم حتى المقاسات اللي درت فيه. هانتوما كيفاش كنزينوا هاد، انا هاد الطريقه ديجا هذه فكره اللي عطيتكم بالنسبه لهاد التزيين. بالنسبه لهاد التزيين انا ديجا كنديرها في القنادر وهذا، كنديرها ب شنو اسمو هذا بالسقلي، ديك اللي كيكون برو كنديرها بالسقلي. ومره اخرى ان شاء الله نوريكم كيفاش دير واحد الطرز يعني خفيف بالماكينه باذن الله، الماكينه ديال الخياطه. هنايا كيفاش زينت هاد لكم غادي تشوفوا، مازال ما زينتش ما كيفاش طراسيتو، سمحوا لي.
ها كيفاش تراسيتو هنايا. درت هنا 10.5 ممكن المهم ديروا نتوما الطول اللي بغيتو، يعني في الزواقه ديروا الطول اللي بغيتو. انا هنا درت 10.5 وجيت حدا هنا ودرت 9.5 باش كنعبر، كنعبر بالسنتيم. شوفوا معايا هاد العرض اللي كاين في السنتيم كنخسر والو، يعني كنحط هكذا كندير نقيطه هنا ونقيطه هنايا، كنجي حداها عاود. هنا درت 9.5، هنا ندير 8.5، 8.5 كنحط السنتيم ديالي بهذه الطريقه، ونعطي واحد النقطه هنايا ونقطه هنايا وهي ماشي، يعني كنبقاو غاديين حنا كنديروا ديك الطراساج. هنا عاود نفس الطريقه، انا نكمل على هذه الجهه ونوريكم كيفاش نزينو. صافي دابا من بعد ما طراسيت نقيطات بعد كنوصلهم بالمسطره بهذا الشكل هذا هكذا. زينوا مثلا كنيطره ديالكم ديال الدار ولا بيجاما، ممكن حتى جلابه على شلة شي حاجه اللي خفيفه. هكذا نستمر حتى نكمل هاد الخطوط كاملين ونرجع معكم. صافي دابا نبدا الخياطه ديالي، كنحط الخيط ديالي بهذه الطريقه، هذه طريقه جد سهله هكذا. شي حاجه صعيبه هكذا ونقطع ما تخافوش، هنا راه ما غاديش يتفتح لان غادي نثبتوه بواحد العقيقه. الجلد الثانيه نفس الطريقه، كنحط الخيط يكون نفس العبار، ما تزيدوش مثلا على داك النقطه اللي وضعنا ديك العلامه اللي حطيناها تفوتوهاش، نفس البلاصه هكذا. كنمشي فوق الخيط ديالي، ماشي شي حاجه صعيبه، ساهل. انا نستمر حتى نكمل. هذا هو الشكل ديالكم بعد ما كملنا، كيف كتشوفوا معايا مازال غادي تزين. غادي نزينوه دابا بحجيرات اولا العقيق غير هنايا. بالنسبه للتزيين طريقه جد سهله، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. هانتوما حجر هاد العقيق، الا كان كبير غادي ديروا غير وحده، الا كان بحال هذا الشكل هذا كبير غتحتاجوا غير وحده فقط، يعني هكذا كتجي ساهله تركبوا وحده وحده وصافي كتسالي. هذا كيجي في جابادور وكيجي كذلك، يعني هكذا يعني الفوقاني والسريول ديالو كيجي رائع، جربوه وتفكرني. كيجي كيحمق وديروه في القدام حتى في الصدر كيجي تحفه. صافي غنستمر هكذا نوريكم كيفاش بعدا خدمت هادو. انا هنايا درت ثلاثه حيت صغار بزاف وباش يغطيو ليا هاد البلاصه هادي ديال الخيط. اول حاجه درتها هكذا بسم الله، انا الخيط راه درتو غير على زوج، ممكن ديروه على اربعه. نجي هنا للوسط احسن الا كانت المرمه، انا بعيده عليا شويه هكذا. نجي في الثانيه نجي في الوسط عاود نفس البلاصه اللي طلعت منها في الاول، نحاول نقادهم بزوج ومن بعد نعاود نجمعهم بجوج بيهم بهذا الشكل هذا، هذه وهذه نجمعهم بجوج. نزير شويه الخيط هكذا، كنجي هنايا في الوسط طلع لي برا ماشي في الوسط بين العقيقه، سنحاول نقرب لكم ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. هكذا كندور احسن، هكذا كنطلع لي برا في الوسط ماشي في الوسط يعني بيناتهم، لا في يعني في الجنب ديالهم كيف كتشوفوا معايا هكذا. نجيب هادي نجيبها هنا في الراس ديال هاد العقيقات بجوج ومن بعد نطلع لي برا في الوسط ديال هادو هاد الزوج هادو من هنايا. نجيب ثالثة الرابعة عفوا، نجيب هاد الرابعة وندخلها هنا في الوسط نعاود نثبتها مزيان، طلع الخيط عاود في الوسط
هكذا افضل الا جمعتهم بجوج، هادو اللي خير طلع لي برا من هنا هاد الزوج هادو هلا في التحت هنايا في الوسط كتجي بحال شي وريضه صافي. ونقطع الخيط ديالي لان هنا بقى لي الخيط قصر اصلا غادي نعاودو صافي. دابا كملنا الموديل ديالنا كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا راه كيجي رائع. مازال غادي نكملوا هنا عندكم جوج ديال الحلول. الحل الاول يعني الطريقه الاولى او الفكره الاولى انكم تخيطوا ديروا السفيفه مثلا، واخا الفكره الاولى انكم ديروا السفيفه هذه معروفه. الفكره الثانيه اللي غادي نعطيكم اسمحوا لي كنقلب على الراس ديال الخيط. الفكره الثانيه هو ان نطوي على الحد ديال السورجيفيكاين بهذا الشكل هذا هكذا، وكندوز هذا الخيط هذا فوق منه بهذا الشكل هذا. يعني حتى كطوي هذه البلاصه هذه وتخيطوها كدوزوا هذا الطرس هذا نسميوه حنا الطرسان، علاش لا خيط الاولى ونجيبوا الثانيه بهذا الشكل، ولا تخليو غير خياطه وحده صافي راه كيجي حتى هو كيجي رائع. غادي دابا شنو ندير، غندير السفيفه انا نطوي العكس، غادي نقطع هاد الخيوط الزايدين نطوي سنتيم الفوق او قل من سنتيم، ماشي ضروري يكون سنتيم. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا. نطوي هاد السورجي بهذا الشكل ونحط فوق منه هاد السفيفه هذه بحال اللي كنخيطوا الدونتيل ولا ديك الكالو بهذه الطريقه هذه. كنطوي على السورجي كنطوي السورجي ونحط السفيفه بهذا الشكل تكون مرخوفه من زي ما نجبدش السفيفه بهذه الطريقه هذه. غادي نزرب شويه الفيديو باش ما نطولش عليكم باش نكمل هذا الصف. كيجينا لكم ديالنا بعد ما كنكملوا بالسفيفه كيف كتشوفوا معايا كيجينا بهذا الشكل هذا. انا راه ما مخيطش لان ماشي القياس ديالي. ها انتم كيفاش كيجي، كيجي المنظر كيجي رائع، ديال الجليبه كتجي رائعه. نتمنى اخواتي تجربوها ونتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم. نتمنى نطلب من الله انني نكون كندير شي حاجه، يعني نكون انا كنفيدكم بشي حاجه، يعني ماشي كنحط غير شي حاجه غير هكذا غير الخاوي ولا غير التخربيق. كنتمنى والله كنتمنى انني نكون كنفيدكم شي حاجه وتكونوا كتستافدوا شي حاجه وتكونوا كتجربتوا شي حاجه وخدمتوها وصدقات ليكم وفرحتوا بها. كنتمنى بغيت كل شيء يفرح ان شاء الله، الله يفرح الجميع ان شاء الله. واللي قدرني ربي راه كندير اكثر من الجهد ديالي باش نعطيكم كاع الاسرار وكاع الافكار اللي عندي. شكرا اخواتي، حتى نتوما اللي ما عليكم الا ديروا جيم باش كتاكدوا لي بان راه الفيديو فعلا عجبكم. ثاني حاجه بارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا. ثالثا اللي باقي ما تابوناو في لاشين ديالي ضغطوا على ديك الزر الكتابه اللي مكتوبه بالاحمر، يعني الزر الاحمر او الاشتراك او لا ابوني، باش هكذا ما تفوتكم حتى شي معلومه ان شاء الله. شوفوا معايا كيفاش كتجي صراحه رائعه. اختاروا اللون اللي بغيتو نتوما، دخلوا اللوينات اللي بغيتو. هاد الطريقه اللي خدمتها انا بهذا الشكل هذا ممكن تخدموه نتوما بالطرسان ديال السقلي الا بغيتو شي جليل باش حاجه تجي راقيه تبان زعما ما يكونش غير الخيط زعما الا ما عجبكمش الخيط. وصراحه ما باينش ان الخيط، شوفوا معايا كيجي رائع. انما الا ما بغيتوش زعما هذا ممكن ديروا طرسان يعني سقلي او المهم هو هذاك سقلي، يعني كاين النقري او الذهبي اللي بغيتو نتوما ديروه صافي، وكتزينو بواحد لقيقات وكتجي اللبسه رائعه. ممكن ديروه في قميص ديروه في جلبه. ما نطولش عليكم اخواتي بزاف، شكرا بزاف والسلام عليكم.